Heureux, très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo pour vous parler concernant la communication française et pour vous faire apprendre comment échanger la parole sans hésiter. Et comme d'habitude, je suis là pour vous et pour évaluer les circonstances, pour vous aider dans n'importe quelle chose, quoi qu'il en soit. Donc, لاحظتوا بلي نتكلم بطلاقة وما عنديش ولا مشكل. شنو هو السر؟ انت مازال صغير تتكلم بكل طلاقة، تقري الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا. الناس يسألوني دائما، لكن قبل الله يجازيكم بخير، الناس في كندا عندهم مشكل مع الناس اللي كاينين في كندا، اللي كيبيكوا عندهم مشكل في النطق. الناس اللي عايشين في كندا يمكن لهم يراسلوني ويتعلموا يتكلموا الفرنسية، وحتى الناس اللي في بلجيكا وفي فرنسا وحتى في المغرب واللي في الجيري بطبيعة الحال راسلوني فقط في جيمايل حمزة المعلم أروباز جيمايل.com ورقم الهاتف وكتب لي بغيت نتعلم الفرنسية. ضروري غنجاوبك، ضروري غادي نجاوبك، غير ارسل لي رقم الهاتف باش نشوف الرساله ونجاوبك ان شاء الله، وادخل عندي الواتساب وتعلم معي مباشره ابي الفيديو كانك حاضر في قسم وحدك وحدك في الحصه. هكا الجيميل تكتب حمزه المعلم@gmail.com، حمزه المعلم بحروف صغار، حمزه المعلم ملاصقه بعضها باش ما تكتبوش الجيميل خطأ. راسلوني ورقم الهاتف في اول رساله، رسل لي رقم الهاتف وبغيت نشارك في العرض. ففوالا اليوم غادي نوريكم كيفاش تهضروا وتتكلموا اللغه الفرنسيه فقط في المنزل. فوالا انا شنو كنت كندير في نهاري باش كنت كنتعلم اللغه الفرنسيه. اول حاجه كنت كندير، كنت كنشد ورقه خاويه ونكتب فيها 4 الكلمات 5 الكلمات في النهار، 4 5، نطوي الورقة ونديرها في جيبي ونخرج. كنت مازال صغير، هادشي قبل ما نولي أستاذ، فاش كنت كنتقاتل بوحدي. فكنت فيما كنلقى شي وقيت كنجبد ورقة من جيبي ونشوف كلمات كيما بغاو يكونوا هاد الكلمات، واخا يكونوا عندهم علاقة بالفواكه، بالخضر، بلاميتين، بأي حاجة، أي حاجة دي فوكابولير، يعني عندهم علاقة بأي مجال. فأنا كنت زعما ظنيت أن داك لي فوكابولير اللي عندي يعني ما كافيينش باش نشد اللغة الفرنسية. فحاولت نقلب على دي زيكسبريسيون فيجي. شنو هما لي زيكسبريسيون فيجي؟ هما لي زيكسبريسيون اللي كيبقاو كيما هما وما كيتبدلوش ولا كيتعاودوا في الحياة اليومية كل نهار. دونك فانا كنت كنديما كنقلب على هاد لي زيكسبريسيون كنحفظهم حتى هما، ولكن على الرغم ذلك ما قدرتش نتكلم بطلاقه. وهذا هو فين غنلقى الحل. فهنا فين غادي نحس بالتحسن مع بقيت كنحفظ لي زيكسبريسيون، كنحفظ لي فوكابولير، ثقت في راسي اكثر. لحقاش فاش كيكون راسك عامر كتثق في راسك اكثر. فاضطريت انني نبقى نتفرج لي دوكيمونتير، شرائط وثائقيه. وكنت واخا كنقدر نفهم حيت عندي فوكابولير، ولكن ما كنقدش ندوي بطلاقه. فاضطريت انني نبقى نسول دي بروف يونيفرسيتير ونقلب على كيفاش نربط ما بين الجمل، وكيفاش نحاول انني نخلق ان ديسكوسيون، يعني بلا ما انني نبقى نتبلوكا. هادشي اللي خلاني انني نبقى نسول لي بروف يونيفرسيتير ونقول لهم كيفاش تصاوبت هادي، كيفاش تقعدت هادي، كيفاش قادينا هادي. فديما كنت كنسول على داك لي زيكسبريسيون اللي كنت كنوحل فيهم انا في الحياه اليوميه. يعني المرحله الثالثه هي انني كنت كنسول دي بروف يونيفرسيتير كيفاش كون لحقاش كنت كنبغي ندير مجهود، كيفاش نكون دي فراس، كيفاش نهضر بطلاقه. وكنت كنوحل فاش كنتبلوكا كنمشي نسول لي بروف يونيفرسيتير، يعني الاساتذه الجامعيين اللي كانوا كيقريوني الادب الفرنسي. فوالا دونك هذه المرحله الثالثه، هو انك تحيد الحشمه وتبقى تسول واحد اللي هو متفوق عليك في هذه اللغه اللي باغي تتعلمها انت. من بعد هذه المرحله الثالثه وليت كنحاول نكتب، هكا نجبد الدفتر ونكتب دي تكست. وليت كنكتب شنو كندير في نهاري، كنكتب شنو درت هاد النهار في نهاري، طقطق كنكتب. الى وحلت كنت كنعاون بجوجل تراديكسيون، حيت كاين اللي غالط كيقول لك لا جوجل تراديكسيون ما صالحش، غير عاون به
راه يقدر يغلطك وين، ولكن انك تشعل شمعه في الظلام احسن ما انك تبقى جالس في الظلام. يعني عاون بجوجل، انت بغيتي تتعلم وتقاتل وتهاد. ف يعني انا كنت شنو كنت كندير، كنت كن فاش كنوحل وكنكتب واحد التكست وكنوحل فشي جمله ما كنعرفلهاش، كنمشي نديرها في جوجل عادي غير كنعاون بيه، ماشي كندير كلشي في جوجل، لا ما كنصحش بيها. قلت غير وحلتي فشي جمله فشي تعبير، عاون بجوجل هو اللي غادي ينقذك. لازم كل يوم تكرس نفسك لهاد اللغه هادي، تكريس للنفس لهاد اللغه. نتحداك تنوض كل يوم تجلس 4 سوايع في النهار، جبد الدفتر ديالك قلب وبحث 5 سوايع في النهار 4 سوايع في النهار على الاقل، وما تتعلمش تتكلم بطلاقه في 3 شهور امبوسيبل، على الاقل 4 سوايع في النهار. فانا كنقدر الظروف ديال الناس اللي خدامه الله يحسن العوان، صعيب يقراو 5 سوايع 4 سوايع في النهار صعيب. فلهذا يعني كنحاول يعني انني نشارك مع الناس الدروس اللي بهم تعلمت في الواتساب. فقط راسلوني في جيميل وكتب ليا بغيت نشارك في العرض ورقم الهاتف ديالك. فوالا جيميل ديالي باش هكا فوالا سي بون، ان شاء الله نخدم معاكم. فمن بعد شنو وليت كندير، وليت كنتفرج لي دوكيومونتير. من بعد ما بقيت كنكتب وكنكون دي فراز وكنكون دي تيكست، عفوا دي تيكست كنكونهم وكنكتب على شنو درت في نهاري وشنو وقع، وكنعاود على شي حكايات وقعوا على شي يعني احداث وقعوا لي، كنعاود كنكتبهم بالفرنسي. يعني كنت كنتعود على الكتابه ونخدم بوحدي وندمر ونتقاتل. فهاد الشيء من جهه، من جهه اخرى وليت كنحاول نتفرج لي دوكيومونتير شرائط وثائقيه. صافي انا بعدا قبل ما نتفرج لي دوكيومونتير حسيت بتحسن كبير من بعد هذا المجهود كامل اللي درت وهذا القتال وهذا الحرب. صافي من بعد بديت كنتفرج لي دوكيومونتير باش نستانس باللغه الفرنسيه، خليت لي دوكيومونتير هما الاخرين.